هل سمعت يوماً عن حرب البالونات؟ لا، ليست تلك التي تلهو بها مع أصدقائك. هنا نتحدث عن نسخة سياسية حديثة بين الجارتين كوريا الشمالية والجنوبية، تعتمد على بالونات محملة بمفاجآت غير متوقعة. كوريا الشمالية أرسلت حوالي 700 من بالونات القمامة لجارتها الجنوبية في واقعة هي الثانية من نوعها خلال فترة قصيرة. تحتوي هذه البالونات على نفايات وروث الحيوانات، وأطلقتها بيونغ يانغ رداً على ما تعتبره إهانة من كوريا الجنوبية التي أرسلت في وقت سابق بالونات محملة بمنشورات مناهضة للنظام الكوري الشمالي، إضافة إلى أقراص تحتوي موسيقى بوب كورية ووحدات تخزين تتضمن أخباراً ودراما كورية جنوبية، وهي مواد محظورة في الشمال. القوات المسلحة الكورية الجنوبية أصدرت تعليمات للمواطنين بالابتعاد عن هذه البالونات وأي أجسام مريبة أخرى وعدم لمسها، مع التأكيد على ضرورة إبلاغ السلطات المختصة فوراً عند رصدها لضمان السلامة العامة. وأعلنت كوريا الجنوبية نيتها اتخاذ خطوات انتقامية دون الكشف عن تفاصيل هذه الإجراءات، ويتوقع محللون أن تكون هذه الردود عبارة عن استئناف البث عبر مكبرات الصوت على الحدود مع كوريا الشمالية، متضمنة انتقادات حول سجل حقوق الإنسان وأخبار عالمية وأغاني كورية جنوبية.